والعرايش يا النوارة والحبيبة يا المسارة. الحمد لله. الله يحفظك سيمون. في مدينة العرايش. مرحبا بك بعدا في مدينة ديال العرايش، وسعيد أننا نتلاقاو في مدينة ديال العرايش اللي في الحقيقة مدينة اللي تربطنا بها ماشي جغرافيا ولا تربطنا بها مواضيع ديال التاريخ ولا الانتماء، ولكن هي مدينة عندنا بها علاقة كبيرة، علاقة مرتبطة ب ما هو وجداني أكثر، لأنه ملي كيكون عندك أصل العائلة ولا جزء من العائلة أصولها من العرايش وعندك أحد الوالدين دافين للمدينة، فتكون دائما الارتباط أقوى ديال التقاليد، خصوصا أنه لما العائلة كتكون تقاليدها صوفية وعندها يعني تراث لا مادي محافظة عليه واللي كتورث جيل بعد جيل، فتنظن أنه الارتباط بهذا العريش كيكون أقوى وأعمق، لأنه تعتبر جزء من الحياة اليومية للإنسان. طبعا ارتبطت من كنقول العريش كيقول التاريخ، علاش هاد الربط بين المدينة وبين التاريخ؟ ولن الشواهد اللي موجودة في المدينة تتشهد بأن المدينة ذات عراقة. أولا وجود موقع أثري من أقدم المواقع الأثرية اللي موجودة في المغرب، وفي الحقيقة أنا ماشي خبير في الأركيولوجيا وفي التاريخ، ولكن على الأقل أنني عندي معلومات بسيطة على الموضوع اللي كتأكد أن يعني مدينة الكسوس هي قديمة حتى من وليلي، وبالتالي المنطقة ديال العرايش اللي فيها مجال الكسوس هي منطقة قديمة جدا، وأصلا تعقبوا عليها مختلف الأسر الحاكمة في المغرب، السعديين وغيره، فكين برج السعديين في المدينة، كين مجموعة من الشواهد اللي حضر عليه، وكذلك كانوا شواهد في المنطقة مهمة جدا لبصمات ماشي فقط التراث المحلي ولكن كذلك التاريخ الوطني، بحال معركة واد المخازين اللي المغاربة مازالين تفتخروا بها إلى اليوم، وكيفاش بصمات في التاريخ ديالنا اللامادي ديال شعبنا وديال بلادنا، وبالتالي المدينة عندها هذاك البعد التاريخي حاضر، لذلك أبناء المدينة دائما تستحضروا التاريخ، حتى التاريخ القريب، لأنهم كيبغيو يقولوا تنطالبوا بتحسين المدينة تنقولوا راه كانت مزيانة، فإذا كانت بعض المناطق ولا المدن كانوا تعتبروها سكانها تتطور، احنا الساكنة ديال العريش كنعتبروا في فترة من الفترات أن المدينة تتأخر، على كنا تنقولوا تنتمنوا ترجع العريش للتاريخ، التاريخ القريب في السبعينيات والستينيات اللي كانت العريش كتعتبر جوهرة الشمال، وكان عندها طابع إسباني موريسكي يعني، وثقافيا كانت المدينة قريبة بزاف من المجال الثقافي الموريسكي، وكان حضور قوي لهذا الموروث الثقافي الوطني الموريسكي في البنية الثقافية وفي الحياة اليومية ديال المواطنين في مدينة العرايش. هذا التاريخ هذا نبقاو فيه، ولكن إلى أي حد أنه الآن مؤثر في التسيير والتدبير ديال المدينة وعند الساكنة ككل؟ أولا المدينة كانوا باش نكون معك صريح، بزاف ديال الساكنين ديال المدينة تعتبروا بأن وقع تحول من بعد العمالة، مدينة العرايش كانت تابعة لإقليم تطوان في فترة من الفترات، من بعد ولات عمالة مستقلة، وكانوا تعتبروا أن التحول وقع في فترة ديال العمالة لما المدينة استقطبت واحد العدد الكبير ديال الساكنة ديال المجال، يعني ديال الهوامش على الخصوص كما تذكر يعني في العبارة ديال التعمير تنقولوا الهوامش للمدن، ولكن أنا ما كان أعتبرهاش شخصيا هوامش للمدن، لأنه كانوا أحياء شعبية أحياء صفيحية، باش نكونوا صادقين العريش منذ الاستعمار كان فيها أحياء الصفيح، وكان الصفيح كيسكنوه ماشي غير المغاربة، كانوا كيسكنوه المغاربة والإسبانيين، وكان جزء من الطابع السكني في المنطقة، ولكن كان عنده واحد الشكل ورونق جمالي معين إلى غير ذلك، لكن في واحد الفترة من الفترات تفرخوا كفطريات واحد العدد ديال الأحياء الصفيحية اللي غيرت المعالم بالمدينة وغيرت من ثقافتها، وهذه حقيقة، وطرا واحد اندماج لحد الساعة تنسميه اندماج ما بين مجموعة ثقافات اللي في الحقيقة كتشكل الهوية الثقافية ديال مدينة العرايش، اللي فيها القبول ديال الآخر بدرجة أولى، وفيها المحافظة على ذاك التراث، لأنه تنعتبروا المحافظة على التراث هو واحد الإرث حقيقي، وهنا لابد نستحضروا
الخطاب ديال جلالة الملك لما تيتحدث على الاهتمام بالرأسمال اللامادي، فالعريش أحد المدن اللي حافظت على الرأسمال اللامادي ديالها في ثقافتها الشعبية، في علاقتها بالبحر، في علاقتها بالفلاحة، في علاقتها بالثقافة منطقة جبالة، في ثقافة منطقة الخلوط، في ثقافة منطقة يعني العرب واللي هي قريبة لنا، ثقافات الموريسكية اللي تعاقبت على التواجد في المنطقة، لأننا كنعرفوا جزء كبير من ساكنة العريش أصولها موريسكية، كذلك الثقافات المختلفة ديال الزنوج، لأن في فترة من الفترات كان هناك جيوش ديال الحركة كسكنوا هنا اللي هي تراثهم أفريقي من تخم إفريقيا اللي تواجدوا وحافظوا على ثقافتهم، لذلك تلقى هذا المزيج هو مدينة العريش، هو الإقليم ديال العريش، وهاد كل هاد الثقافات خصوصا في علاقتها وسمح لي بواحد الارث مهم والارث ديال الشرف، فالمدينه مرتبطه بالشرف، بشرطه في الشرف، لانه عندنا تقريبا حنا المدينه الوحيده في المغرب اللي ما عندناش الشريف كيميز المدينه بقدر ما عندنا شريفه، لالا مننا المصباحيه، فكذلك المنطقه فيها احد الاولياء الصالحين اللي جد مجموعه من الاولياء الصالحين، وهو شيخ الطريقه الشاذلية اللي موجودة في العالم ككل، هو مولاي عبد السلام بن المشيش، وبالتالي المنطقة عندها تراث ماشي وطني، تراث عالمي. الصلاة المشيشية كان مدرج من كتمشي لأحد الزوايا الصوفية الشاذلية في الشرق، فكتلقاهم تذكروا الصلاة المشيشية اللي الأصل ديالها من جبل العالم من إقليم العريش، لذلك هذا التاريخ ولا مادي غتلقاه حاضر بقوة في مدينة العريش. اللي كان نتكلم على التاريخ أيضا إلى جينا الوقت الحالي، هو أنه مختلف القيادات السياسية الإعلامية الثقافية الاقتصادية انطلقت من هنا من العريش، ولكن الحال هو أنه العريش لم تستفد من هذه الطاقات من هذه القيادات السياسية والثقافية والاقتصادية ككل. العريش في الحقيقة باش نكونوا كنهضروا على العدالة المجالية ونستحضروا شوية الخطابات ديال جلالة الملك، العريش كان ضحية ديال التوسع القوي والتطور القوي لمدينة طنجة، وهذا التوسع ديال مدينة طنجة والقوة ديالها أدى خصوصا مع تنامي القوة الاقتصادية وظهور واحد المنطقة اقتصادية اللي هي قنيطرة كتالت قطب اقتصادي في المغرب، كانت العريش الوسط ضحية ديالها، ولذلك أنا بغي نستحضر واحد الكلمة قالها سينيزار بركة الأمين العام ديال حزب الاستقلال، لما قال العريش التنمية فيها دايره بحال داك القطار ديال التي جي في كيدوز من المدينة وما كيوقفش، لذلك التنمية كتمشي ما بين طنجة وقنيطرة، العريش ضحية ليلو، ضحية أن الترافع في المدينة باش نكونوا صادقين ترفعنا على واحد العدد ديال القضايا كفاعلين سياسيين كفعالية مجتمع مدني كمجموعة من الأمور. أولا لابد نشكروا عدد من فعاليات سياسية، عندنا بلون أزور اللي هو جبنا المخطط المغرب الأزرق سابقا، اللي عندنا بور ليكسوس كأحد المواقع الخمسة السياحية الساحلية القوية في المغرب، للأسف المشروع فيه نقاش وتنتمنى لهم التوفيق باش يحسن ماشي الصورة السياحية بلادنا ولكن الصورة المدينة على الأقل اللي محتاجها واحد دفعة اقتصادية مهمة. كذلك لابد نقول بأن الناس ترفعت باش جبنا الكلية، ترفعت باش يكون عندنا ثلاثة المناطق الصناعية الآن في هذه الفترة الحالية، كنظن بأنه العريش على الأقل إذا كانوا زمان تسألوا كل مدن ولا كل مناطق كانت كترتبط بشخصية. باقي نذكر أنه بعض الناس كانت كتلوم علاش بعض المناطق بحال سطات كان عندها البصري، أو علاش أصيلة القريبة لنا عندها بن عيسى، إلا كانت شي صويرة أزولاي، ولكن إحنا اليوم الحمد لله العريش عندها نزار. هذا هو الميزة اليوم اللي تنقولها وكنفتخروا بها خصوصا كاستقلاليين، أن العريش عندها نزار. فهذا المدخل العريش عندها نزار، أشنو دار نزار أو لحزب استقلال بما أنه البعض كيعتبر أنها من العريش أصبحت منطقة محفظة لحزب استقلال؟ أنا بغي نتحفظ على واحد الكلمة قلتها، أصبحت العريش تاريخيا منطقة حزب استقلال ماشي أصبحت. العريش من الستينيات ولا من الخمسينيات قلعة استقلالية أنجبت العديد من المناضلين وعديد من الأسر والعائلات الاستقلالية، وكنظن بأنه العريش وحزب الاستقلال مدين العريش، أنجبت قيادات، أنجبت أخرجت من هنا وزير أول
في 2007 اللي هو الاستاذ عباس الفاسي اللي كانت منه له ان شاء الله طول العمر وصحه جديده، انجبت قيادات سياسيه وعندكم في الجسم الاعلامي احد الوجوه البارزه سي عبد الله البقالي ولد حزب استقلال، ومن العريش انجبت اليوم نزار بركه ولد الاقليم من بني عروس وامين عام ديال حزب استقلال ووزير ديال الجهيز. اذا العريش هي تنجب، واليوم الى كان خاصنا نديرو كاستقلاليه الحقيقه هو خاصنا نترفعوا اكثر من اجل العريش، وهذا الشيء اللي كنتمشاو فيه هاد الفتره، لانه الحقيقه الامين العام نزار بركه في العريش عطى واحد النفس جديد، نفس جديد لحزب الاستقلال ونفس جديد للتنميه في العريش، وهذا مهم جدا لانه كانت محتاجه العريش واحد صدمه كهربائيه، الصدمة كهربائية من حجم نزار بركة اللي تصدم المدينة باش نقدروا نوضوا نخدموا كاملين ونتوحدوا كاملين. اليوم لغينا الألوان السياسية في مشروع التنمية، لغيناها، لغينا التفريقة باسم تيارات سياسية، لغينا الأفكار المختلفة. اليوم الجميع موحد من داخل حزب الاستقلال في إقليم العريش، وكذلك الجميع موحد من كل فعاليات سياسية من أجل الخدمة ديال التنمية في إقليم العريش. أنا أقدر فيه الآن أصبحت تحتم على الناس ديال المدينه انهم يترافقوا بشكل اكثر وبشكل متناسق ومنسجم. صحيح كما قلتي الغيو هذه الانتماءات. صحيح هذه الخلافات والاختلافات الضيقه، صحيح اليوم الظرفيه تتفرض، اولا راه عيب وعار ان العريش تبقى هي المدينه المتاخره في الاقاليم الشمال مع مدن اخرى، وعيب وعار ان العريش اليوم عندها ثروات وعندها امكانات وعندها اطور وعندها كفاءات وعندها اجيال ديال الكفاءات، باش ما نظلموش الاجيال السابقه واللي محتاجه اكثر تعطي قبل ما تسائل شنو غتاخذ. واليوم خصنا نزيدو نفكروا اكثر انه المشاريع اللي محتاجها العريش ماشي المشاريع التدبيريه، ماشي خصنا نفكروا في مشروع ديال ايه مزيان نتكلموا على النظافه ونتكلموا على تدبير السائل والضوء والكهرباء والطريق والحفره وهادشي مزيان نتكلموا عليه، ولكن المدينه محتاجه مشاريع استراتيجيه، محتاجة مشاريع اللي تهز بها اقتصاديا، اللي تخلق فيها الثروة، اللي تنتج فيها الثروة، اللي تغير من المعالم والصورة ديال المدينة، اللي تغير من طبع ديال المدينة. اليوم السؤال اللي خصنا نطرحوه، شنا هي الهوية الاقتصادية اللي عندنا في العريش؟ واش العريش مدينة سياحية؟ واش العريش مدينة صناعية؟ واش العريش مدينة تراثية ثقافية؟ واش العريش مدينة الصيد البحري؟ خصنا نسألو الهوية الاقتصادية، واش العريش هادشي كله؟ هنا خصنا نجاوبوا على هوية. لذلك كنت من الناس اللي كان دافعوا على إعداد واحد نموذج تنموي محلي، لأنه عندنا النموذج التنموي الوطني اللي كيعطي المعالم الوطنية واللي تيعطي التوجهات العامة للدولة، ولكن محليا خصنا تنبحثوا على نموذج تنموي محلي، وشي يمكننا نقول بأنه لي باك اللي موجودين غير كافين، لانه لي باك يهضروا على التدبير في اطار 5 سنوات ولا 6 سنوات ديال الجماعات، ولكن اليوم كنهضروا على هويه المدينه اللي تبقى واحد المده، واللي الجماعات اللي يجيو ويتعاقبوا يحافظوا على ديك الهويه ويطوروها ويحاولوا ما امكن انهم يزيدوا في التنميه ديال المنطقه من داخل هذاك التصور المحلي. لانه نعطيكم معنا نموذج مدينه الشاون، انا ملي كنزور اي دولة في العالم تتلقى الناس كيتكلموا على المدينة الزرقاء بالطابع البسيط ديال المدينة اللي حافظوا عليها وبالألوان، عطات واحد الدعاية عالمية، مدينة أصيلة بموسم ثقافي واحد اللي هو موسم أصيلة اكتسبت العالمية. الصويرة بالتسامح ديالها، ما يمكنش نزور شي بلاد ما يتكلموش على التسامح كنموذج ديال الصويرة، ما يمكنش يتكلموا على الثقافة ديال الاندماج ديال الثقافة الإفريقية في العالم بلا ما يتكلموا على مهرجان قناوة. وهذا اللي كان نبحثوا عليه في العرايش، كيفاش نسوقوا المنتوج، لأنه التسويق الترابي اليوم خصنا نهتموا به. الإشكال في التدبير ديالنا بشكل عام للأسف كان تيقولوا عندنا بأننا كنديروا منجزات وللأسف ما كنعرفوش نسوقوا. بحال واحد النهار كنت نتناقش مع واحد الزميل حول الهوية وصورة المغرب في العالم، أنا كنت كنتفرج فيزيت رواندا كاينه في الأقمصة ديال أشهر الأندية في العالم،
ولكن ماشي باش ندير شي مقارنه، ولكن المنتوج السياحي الوطني عنده تنوع اكثر من رواندا، اللي عنده منتوج سياحي واحد اللي هو الطبيعه. احنا عنده منتوج تراثي ثقافي، عندنا منتوج مختلف، وما قدرناش اولا ما درناش التسويق اللي خصو يدار لهذا المنتوج. لذلك اليوم حتى على المستوى المحلي خصنا نسوقوا المدينه ديال العريش والمنتوج ديالها بالهويه اللي خصها تكون هويه مشتركه، نعرفوا من خلالها اش بغينا من العريش. لانه ما بقاش اليوم مقبول يكون عندنا هويات اقتصاديه ولا هويات تنمويه في داخل مدينه واحده في مجال واحد. خصنا يكون عندنا هويه بعد باش عليها كيبتبنا التصور التنموي داخل. الا كنا غنديروا مدينه صناعيه، معناها عندها مقومات المدينه الصناعيه. شنو تتحتاج؟ تتحتاج الارض باش نديروا المعامل والاماكن السكن ديال العمال، خصها تحتاج يعني حتى التعليم اللي في المنطقه خصوصا في الكليه المتعدده التخصص يواكب هذه الفوره الصناعيه وهذا التطور الصناعي. خصنا حتى المجالات التقنيه واليد العامله التقنيه تكون عندنا القرب، باش ماشي يكون عندنا معهد واحد التكنولوجيا تطبيقيا نديروا جوج ولا ثلاثه كتواكب الصناعات اللي موجوده عندنا. يعني كنديروا سياسات محليه ولا عفوا سياسه محليه، ومن ضمنها سياسات قطاعيه محليه كتواكب هذاك التصور المندمج ديال المدينه اللي هو كنبحثوا عليه اليوم باش يكون عندنا في المدينه ديال العريش.